بعد الضربات السياسية المتتالية التي تلقتها ولا تزال البوليساريو من طرف داعميها السابقين والمنتظم الدولي، لم يعد أمام قادة الجبهة الانفصالية من خيار سوى استفزاز المغرب ومحاولة جره إلى مواجهة عسكرية قد تؤدي في اعتقادهم إلى تغيير الوضع الراهن الذي تتسيده المملكة. وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن جبهة البوليساريو الوهمية حصلت مؤخراً على دعم مالي مباشر من الجزائر بلغ أزيد من 500 مليون دولار، من أجل تمويل مشروعها الاستفزازي الخطير والقاضي ببناء مجمع إداري بمنطقة تفاريت الواقعة في المنطقة العازلة ونقل مقراتها من تندوف إلى هناك، حسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية. وحسب موقع أخبارنا، فإن الدعم الجزائري جاء بمباركة من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، والذي أبدى عداوة أكثر للمغرب من سابقيه، وهو ما دفع على ما يبدو جنرالات العسكر على اختياره ليكون الواجهة الجديدة لنظامهم الحاكم. الخطوة الجديدة التي تعد لها البوليساريو والتي كانت بتخطيط جزائري كامل تأتي لجر المغرب عمدا إلى حرب مدمرة جديدة بعدما فشلت كل المحاولات الاستفزازية السابقة. وفي خبر آخر، علمنا من مصادر مقربة أن بعد أسبوعين من حفل تنصيب لويس لاكالبو رئيساً رسمياً لجمهورية الأوروغواي المقرر في فاتح شهر مارس المقبل، أصدر لويس لاكالبو تعليماته بحذف ممثلين عن حكومات كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من قائمة المدعوين لحضور هذا الحفل، وفقاً لما ذكره موقع إنفوبا إرنستو تالفي الذي تم الاتصال به لتولي حقيبة دبلوماسية مونتيفيديو في منصب وزير الخارجية. أعطى المسؤولين المغاربة علامات طمأن على أن الأوروغواي ستنأى بنفسها عن دعم جبهة البوليساريو وربما تسحب اعترافها بالجبهة الانفصالية، إذ صرح قائلا في خرجة إعلامية: علاقاتنا مع الدول وليس مع القادة، مضيفا: دبلوماسيتنا لن تعتمد على الانتماءات بل على المصالح.